مساء الخير من تلفزيون اليوم السابع، بحييكم. مش هقدم، هكون ضيفة على تامر اسماعيل، بس المقدمة كان لازم اقولها عشان خاطر اقول لكم ازيكم، يا رب تكونوا بخير. خد حاجتك. انت كان لازم تقولي المقدمه عشان ده حاجه تبسطنا. الله يخليك. ظهورك معانا في تلفزيون اليوم السابع الاعلاميه القديره رولا خارسه، يعني دي حاجه تفرحنا وانت منورانا. الله يخليك، نوركو. برضو انت عندك حاجه يعني خاصه قوي في حياتك، انا شخصيا لما عرفتها استغربت، يعني ما تخيلتهاش على طبيعه شخصيتك. فكره علاقتك بآل البيت. الحمد لله، احنا عايشين بمددهم. والله انا طول عمري بحب آل البيت بشكل كبير، وده يعني اللي غرسته فيا امي الحقيقه. يعني احنا من احنا وصغيرين لازم نروح السيده نفيسه. ما اعرفش معنى السيده نفيسه، يعني ماما كان عندها علاقه غير عاديه بالسيده نفيسه، اكتر حتى من ستنا زينب ومن سيدنا الحسين. انا يمكن اللي اما كبرت وتطورت علاقتي بقى عندي علاقه بكل آل البيت، ماما السيده نفيسه. ومتهيألي كتير جدا على فكرة من الشعب المصري بيحبوا سيدة نفيسة بشكل خاص، يمكن عشان هي حنينة، يمكن عشان المكان بيريح، يمكن عشان هي فعلا بتخرج من عندها مرتاحة قوي، ما اعرفش. بس هما انا بروح كتير، بروح، بس قفل المقامات ده عامل لي قهرة فظيعة. كنت بتروحي كل قد ايه مثلا؟ اما ببقى عايزاهم. بص، اصل انا معلش هقول لك كلام قولي هتستغربوا شويه. بس انا مقتنعه ان الحاجات دي بدعوه، يعني مش انا اصحى الصبح النهارده عايزه اروح ستنا نفيسه وستنا زينب. ممكن اكون عايزه اروح بس اوصل لغايه هناك وما ادخلش، فما ادخلش لان مفيش ليا دعوه. انا مقتنعه بكده. معلش بقى هيقعدوا بقى يحطوا تعليقات من نوعيه لا معلش، يعني انت بتنزلي من بيتك وتروحي وتقفي قدام باب المسجد وما تدخليش؟ لا مستحيل. انا إيه؟ بقول عشان انزل من باب بيتي واروح لازم لا لازم هم يبقوا بيدعوني. دول الكرام الكبار. انت تحس بقى انك انت عايز تروح اما يكون جالك دعوه منهم. هل في اشاره او علامه معينه ولا حاجه؟ بتحس انك عايز تروح بس مش اكتر ولا اقل، وبتحس قوي وبتتيسر. اخر مره روحتي كان امتى؟ لسه رايحة من شهر تقريبا، بس طبعا وقفت على باب ستنا نفيسة، وقبل كده رحت على ستنا زينب قريتها الفاتحة. بس مش عدم السماح بالدخول دي قهرة قهرة. ينفع أعرف آخر دعوة كانت إيه؟ أنا دعيتها يعني؟ لا، أنا دايما بدعي بالسكينة والسلام والقرب من ربنا أكتر على قد ما أقدر. أنا مقتنعة إن مفيش حاجة في الحياة تستاهل غير إن الواحد يكون قريب من ربنا. كل اللي احنا فيه على الارض ده ولا حاجه. ف دايما دايما دعوتي الاساسيه اللي يا رب يا رب يا رب قولوا امين يحققها لي، ان انا اقرب من ربنا اكتر واكتر. ما بتطلبيش حاجات ماديه؟ بطلب يحفظ. لا ماديه لا، بطلب ولادي. لا يعني اقصد فلوس، رزق، لا 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 خالص. رزق مش فلوس. لا والله. لا والله ابدا ابدا. عمري في هو حياتي. مش غلط يعني؟ هو لا مش غلط. انت بتحسي انه غلط؟ لا مش غلط اطلاقا. لا 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 لا، بس انا مش عارفه. اكيد كلنا بنحب الفلوس، واكيد وكلنا محتاجين فلوس. لكن ما اعرفش، انا بحس ان في رزق احلى. في رزق اهم. في رزق يعني ما دام رحت ووصلت يبقى في رزق احلى من كده بكتير قوي من ان يا رب ابعت لي شويه فلوس او ابعت لي شغل. لا لا لا، ممكن يعني لو مثلا الكتاب بيبقى نازل زي فضحكت وبشرناها قبل ما ينزل، يا رب اجعله في ميزان حسناتي علم ينتفع به ويسر انه يوصل، نجحه كده. انما مش جيب لي فلوس منه او لا لا لا. طيب احنا هنيجي للكتاب، بس انا في سؤال مش عارف بصراحه اساله باني صيغه يعني، بس اصل انا متاكد انه والحلقه بتتذاع في التعليقات هيبقى مكتوب اكيد. احنا احيانا في تعليقات بتبقى يعني ما بتبصش عليها بتعديها، بس عارفه السؤال، عايز اطرح الموضوع. اتفضل. انت عارفه؟ اتفضل. عارفه متوقعه. اتفضل. الحجاب بالظبط كده. كنت متوقعه والله العظيم. ايه دخل ايه دخل؟ ان الله ينظر الى قلوبكم. إن الله ينظر إلى قلوبكم. الحجاب دي حاجة بيني وبين ربنا، مش هتكلم عن قناعاتي بيها أو عدم قناعاتي. أنا مقتنعة جدا 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 إن ربنا سبحانه وتعالى بيبص لقلوبنا وأعمالنا وتصرفاتنا.
بس مش هقول اكتر من كده، لانه في الاخر ربنا هيحاسبنا على اللي في القلب، مش هيحاسب على المظهر ولا على الشكل. وطبعا متوقع تعليقات كتير على الحته دي، انا عارفه مش هقرا التعليقات على فكره، مش هقرا الكومنتات. لا انت برضو جمهورك بيحبك، وظهورك طول الوقت على للناس كان ظهور لطيف ومتزن، فاعتقد يعني ده ليه رصيد كبير. الحمد لله. لا لا انا عايزه اقول لك نعمه وفضل من ربنا، انا ماليش اي فضل فيه خالص على فكره. اي حب انت بتاخده، هو حكايه الاسم رولا خرصة، حكايه يعني كتير بالمناسبه، وانا حد منهم، كنا بنتخيل انك مش مصريه. يعني طبعا في الاول كان عشت فتره انا متخيل انك مش مصريه، يعني مش ما بسالش نفس السؤال ده اصلا. فبعد كده عرفنا طبعا انه لا، ان حضرتك مصريه ومصريه اصيله. بس الاسم جه منين؟ انا ابويا كان الله يرحمه كان غاوي لغه عربيه، ورولا ده اسم قبيله عربيه قديمه على فكره. الاسم رولا منتشر في الشام وفي بلاد الشام، يعني لو سميناها كده في لبنان وسوريا وفلسطين وكل البلاد دي. فهو سماني على اسم قبيله عربيه، وفي قصيده شهيره اسمها رولا، رولا عرب قصورهم الخيام، قصيده ملحمه طويله كانت بتعلق على استار الكعبه. حافظه جزء منها؟ لا حافظه اول بيت، رولا عرب قصورهم الخيام ومش عارفه ايه ايه يعني. بس هي انت لو كتبت على الجوجل يو ويل فايند ات، يعني هتلاقيها. كانت بتعلق على استار الكعبه، دي من المعلقات اللي علقت على استار الكعبه. فمن جاب الاسم من هناك. وخرسة؟ خرسة اسم العيله، يعني لقب العيله. ليها اصول غير مصريه؟ ليها طبعا. طبعا احنا عيلتنا اصولها لبناني سوري. وخرسة دي المفروض على حسب ما سمعت، ما اعرفش يعني، يعني تقال لي انه خرسة دي من يدقون المال، فكان عشان المال اصم فكان بيسموا ده، بس يعني ما جابولناش فلوس، جبنا الاسم بس. طب هو الحقيقه بصي الحوار معاكي واخدني كده في حتت غير اللي انا كنت مخطط لها. يعني حاسه اكتر حوار انساني اجتماعي كده روحاني. فانا على بالي سؤال دلوقتي، انت حاسه انه حظك في الحياه خدتيه في ايه؟ سؤال حلو قوي على فكره. سؤال حلو قوي، لانه انا ساعات كتير قوي بساله لنفسي. مش عارفة، أنا ما خدتش ولا حاجة في الحياة، ولا حاجة مية مية. يعني في ناس خدتش حاجة لآخرها؟ ما خدتش ولا حاجة لآخرها، ولا حاجة. بس أنا راضية، يعني رغم أن أنا ما خدتش ولا حاجة لآخرها، يعني مش عايزة أدخل في تفاصيل شغل ولادي، حاجات كتير قوي يعني. أنا طبعا ولادي زي الفل الحمد لله، قصدي بس يعني مثلا مسافرين مش قاعدين معايا، حاجات كده. مش عارفة، أنا حاسة أن فعلا ولا حاجة في الحياة خدتها، يعني خدت كله مثلا ممكن تقول 50-50-50-50. بس أنا موافقة، موافقة وراضية، وحاسة أن ربنا اداني كتير قوي 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 قوي، يعني اداني حاجات على الاقل حقق لي احلامي اللي كنت بحلمها وانا صغيره. ان انا من يعني انا من يوم ما انا اوعى الدنيا وانا عايزه اكتب وابقى مذيعه. يعني في ناس ما بتبقاش عارفه الموضوع ده. لا انا كانوا بيوقفوني في المدرسه وانا صغيره، قومي اقري عشان انا بقرا كويس، اكتبي، ياخدوا التعبير بتاعي او التعبير، يعني موضوع التعبير، موضوع التعبير بالعربي وبالفرنساوي، كان بيتقري في الفصل قدام الناس كلها. فانت عارف اللي هو عارفه سكتي من زمان ان انا هشتغل في المجال ده. فانه ربنا، بس انا على فكره لغايه ما طلعت في التلفزيون تعبت قوي، لان انا اشتغلت اذاعه وبي بي سي راديو، بس انا كان حلمي من الاول مثلا تلفزيون. لغايه ما حاجات كتير قوي ولا حاجه. طب وحظك في الحب؟ في الحب مش عارفه برضو، بس اظن ان هو كويس الحمد لله. يعني حب الناس طبعا. لا انا قصدي حب الحب، حب العاطفه. بص متهيألي انه كويس، متهيألي انه يعتبر الى حد كبير كويس. يمكن انا رومانسيه زياده، ممكن اكون معني برج الميزان، وبرج الميزان العقل والقلب مع بعض شغالين. بس
برضو أخذت جزء كبير، يمكن عايزة أكتر طبعا. يعني أتمنى إن اللي بيحبوني يحبوني أكتر عامة، بس يعتبر كويس الحمد لله. الست المصرية طبعا انت عارفة واكيد شايفة حالة المجتمع، الست المصرية بتعاني وعندها مشاكل في حاجات كثيرة طبعا. كل الستات والله في كل العالم على فكرة، في كل العالم. بتعيطي كتير؟ لا لا خالص. عيط ليه؟ بتعيطيش؟ لا بعيط دلوقتي افتكرت، انا بعيط كتير قوي. انا جات لي سنين، ودي كانت حاجة غريبة جدا جدا جدا، ما كانش بتنزل من عيني دمعة، وكنت بستغرب جدا، طب هي الناس بتعيط وانا ما بعيطش ليه؟ واقعد مثلا قدام فيلم في التلفزيون وتلاقيني صحه صحه صحه، وتحصل مواقف غريبه جدا في الحياه وانا جامده وقويه وما بعيطش. مؤخرا بقى عودت نفسي ان انا لا اعيط عادي، على فكره العياط ده مريح. العياط ده بيريليس، بيفك عن الواحد فعلا. فمؤخرا اخر يمكن 10 سنين بقيت بعيط، وبقيت بعيط وما بتكسفش عيط قدام الناس. انت كأم، ام حاسمه اكتر ولا ام حنينه اكتر؟ لا مش حاسمه خالص خالص. ولا الهوى. عايزه اقول لك عيالي يعني لا 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 لا، احنا اصحاب ومن يوم ما اتولدوا صدقني. طب حاسه ان فكره انك مش حاسمه ده كان غلط؟ كان غلط. ايوه طبعا كان غلط. طبعا كان غلط، كان لازم اكون حاسمه، مش عشان حاجه، عشان اجبرهم على شويه حاجات. انما لا انا يعني انا اكتر حاجه لو الزمن رجع هتبقي حاسمه فيها ان انا ما بقاش مديهم هذا القدر من الاستقلال. يعني انا ولادي من هم صغيرين معودهم يعتمدوا على نفسهم، يبقوا مستقلين. هو ده غلط طبعا لا اقوله، لان ده ضد التربيه وضد اي حاجه انا مؤمنه بيها وانا بقول اهو. طب ازاي انت عملتي حاجه عكس اللي انت؟ لا 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 لا. انا عملت اللي انا مؤمنه بيه. اوكي في الاستقلال. انما اللي بقوله دلوقتي هو ضد اي حاجه انا مؤمنه بيها. بعد ما كل واحد سافر في حته، وكل واحد بيكمل دراسته في حته، وكل واحد بيعمل، لا انا عايزاكم جنبي بقى، مش مهم بقى الاستقلال. يعني طب انت عايزه تقولي لي انه احيانا الافكار والحاجات دي ممكن تطبيقها يكون يعني عكس مشاعرك؟ طبعا. طبعا انا بنتي طول النهار تقول لي مش انت مربياني على ان البنت زي الولد؟ ببقى عايزه اخنقها واخنق نفسي لان فعلا انا مقتنعه ان البنت زي الولد، بس غصب عني بقول لها على حاجات لا. غصب عني بقول لها على حاجات لا. اشمعنى اخويا ما كنتيش بتقولي له لا؟ ما انت مش انت المؤمنه بالمساواه بين الرجل والمراه؟ لا مش في كل حاجه. لا كنت بتقولي في كل حاجه. انت بتلاقي نفسك فعلا في مواقف اما بتتحط في اختبارات، لا انت ممكن تبقى مؤمن بحاجات. طب جدا. طب هي البنت زي الولد ولا مش زي الولد؟ لا البنت زي الولد، بس في حاجات احنا في مجتمع، يعني في مجتمعات للاسف انا ببقى بس عايزه اجنبها. يعني مثلا ميعاد الرجوع، الولد لو رجع في اي وقت ما حدش هيقول له حاجه، انما البنت لو رجعت متاخر شويه. انا مش من الناس اللي ببص الناس هتقول ايه والكلام ده كله، لا ما دام انا مقتنعه اني صح وان بنتي صح وان عيالي صح وكل ده، بس ببقى ايه اللي هو مش عايزاكي تتضايقي، يعني مش عايزاكي تسمعي كلمه بايخه. انما في قراره نفسي طبعا انا مؤمنه ان البنت زي الولد. مين شيخك؟ دكتور علي جمعة. دكتور علي جمعة. مفتي الجمهورية الأسبق. ايه؟ مفتي الجمهورية الأسبق. بالظبط. وطبعا الطريقة يعني أتمنى إن أنا أكون. أنت بتنتمي لطريقة كمان. أتمنى. طبعا. يعني أنا مفروض إن أنا شاذلية صديقية، يعني دكتور عمرو الورداني، دكتور محمد مهنا، الناس دي كلها شيوخ الطريقة يعني، بس شيخ الطريقة الصديقية هو الدكتور علي جمعة. أتمنى، أصل أنا مش حاسة إن أنا كويسة كفاية، يعني التصوف محتاج. إيه الشرط اللي حاسة إنه مش متحقق؟ مش بذكر كفاية، مش بقول أورادي كفاية، مش بقول يعني مش يعني لازم أكون أحسن من كده. أنا حاسة إن أنا مش كويسة كفاية في الطريقة، يعني إن التصوف محتاج. أنا يمكن في المعاملة بحاول، لأن التصوف هو عبارة عن إيه؟
أن تعامل الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، اللي هي درجة الإحسان إحنا بنسميها. فأنا بحاول ده، إن أنا حاسة إن ربنا معايا باصص عليا في كل تصرف، في كل كلمة، في كل حاجة. بحاول على قد ما أقدر إن أنا أكون كده، حتى في كلامي أما أتكلم عن حد ببقى عارفة إن ده غيبة وإن ربنا سبحانه وتعالى شايفني وحيحاسبني، حاجات الحاجات دي. إنما في الأوراد وفي الأذكار لا، أنا نفسي أكون أكثر تدينا، أكثر تصوفا بكتير بكتير. طب إحنا قبل التصوير أنا شفت مصحف مفتوح هناك ومصحف مفتوح هنا ورانا، وغالبا الصفحتين مختلفين. ليه بقى؟ ابدا هنا مفتوح عشان يبقى تحت بص اصل جوزي كمان بيحب قوي 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 قراءه المصحف، يعني هو يمكن مداوم على المصحف، على قراءه المصحف اكتر مني يعني. انا هنا في المكان اللي انا وصلت له عشان ما يعني فتحاه عشان خاطر اعرف انا وصلت فين واكمل. هنا زوج حضرتك؟ اوكي. طيب طب مش الشيوخ اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ طبعا الدكتور علي جمعه ليه برنامج وبيظهر بشكل كامل، لكن اقصد بقيه المشايخ والدعاء اللي بيظهروا في الاعلام ممكن تتابعيهم ولا بتحس؟ طبعا طبعا بتتابع منهم؟ طبعا انا بحب قوي دكتور عمرو الورداني، بحب قوي الشيخ مصطفى حسني. على فكره يعني السنتين اللي فاتوا بقى مختلف تماما عن قبل كده، يعني بقى يعني رائع رائع، يعني بيكلم في حتت إنسانية روحانية دينية وبيربط بالدين بشكل حلو قوي بحياتنا اليومية. دول من أكتر الناس. دكتور محمد مهنا طبعا، دكتور طب لو قلنا مثلا مبروك عطية؟ لذيذ. لا بالعكس، هو على فكرة عالم جليل، والله عالم جليل، له طريقته دمها خفيف طبعا، بس هو عالم جليل جدا جدا. طب لو قلنا معز مسعود؟ مش متابعة للأسف يعني، ما أقدرش أقول عن وأنا مش متابعة يعني، ما أقدرش أقول رأيي وأنا للأسف يعني، وده ممكن يبقى تقصير مني على فكرة. طيب أنت عندك فوبيا من حاجة في الحياة؟ بتخافي من حاجة؟ بتخافي من الزمن مثلا؟ بتخافي من إيه؟ لا لا، أنا بخاف من الزواحف، خوف فوبيا غير طبيعيه. مش ما يعني مش هزار. من الزواحف مش هزار يعني. يعني لو شفتي حاجه زاحفه حواليك بتعمل؟ لا 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 لا، ممكن قلبي يقف وموت. انت انا مش بهزر. انا يعني لدرجه ان ولادي لو جه حاجه في التلفزيون كده بصي الناحيه الثانيه قبل ما تيجي المشهد، لانهم عارفين هيجي لي بانيك اتاك. بخاف، عندي فوبيا. ايه تاني بتخافي؟ وما بحبش الاماكن المغلقه. فعلا مش لدرجه الفوبيا، بس وما بحبش الاماكن مرتفعه قوي قوي. تهيألي كده طلعت معقده نفسيا. لا خالص، عندي حاجات كتير. انا طلعت بخاف فعلا من حاجات كتير. لا ما بخافش من الزمن، انا مش عايزه اتبهدل، بخاف من البهدله ومن المرض جدا، مش عشان لان عندي خوف من الالم، ما بستحملش الالم. يعني انا ما باجي مثلا لاي سبب اعمل تحليل نقص فيتامين اي حاجه، تلاقي عروقك تهرب وراجل ما بيبقاش عارف ياخد من كتر ما بخاف من الالم. ببقى خايفه من الحقنه، عندي خوف حقيقي من الالم، دي حقيقه. طيب هم ليه الستات ما بيحبوش يقولوا السن والوزن؟ حاجتين دول اكتر حاجتين اعتقد مش عارفه، بس هو فعلا حقهم الحقيقه يعني. لو سالت مش هقول لك لا ده ولا ده، حقهم. والرجاله على فكره بقوا كده، ما تقعدش بقى تلزقها في الستات، الرجاله برضو بقوا كده. لا حقيقي الرجاله بقوا كده. احلى تعليق جالك على كتاب فضحكت فبشرنا؟ لا لا، جالي تعليقات كتير قوي حلوه، كتير جدا جدا جدا. زي طبعا التعليق المستمر ان هو اول مره يقروا الحاجات دي وان هو بسيط وده، انما كمان من الحاجات اللي اسعدتني ان انا كنت ببعت رسائل احساسي بكل ست بشكل كده مبطن، فلقيت الرسائل وصلت. فده كان بيسعدني جدا. وبعدين الست اللي اتعاطف معاها او احبها من بين الستات، احس الناس حست حبي ليها، حست ان انا متعاطفه معاها في الحته دي. فحسيت ان مش مجرد
واحدة بتكتب تاريخ أو بتكتب سير ذاتية أو كده، لأ، إن في مشاعر في الموضوع، ودي بالنسبة لي أساسية في كل حاجة في حياتي. طب أنا هعتبر دلوقتي إن أنت هتقولي للناس حاجة بطريقتك وبخبرتك وبالطابع الصوفي اللي عندك ده، بحيث يستفيدوا في حياتهم. هقول لهم انتوا لو صدقتوا وامنتوا انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مش هتتعبوا في حياتكم، هتلاقوا السلام ومش هتبطلوا معافرة. وان الدعاء بيغير القدر فعلا، وان الايمان واليقين بان ربنا هو ادرى مننا وعارف الخير، ويبقى اليقين حقيقي مش مجرد كلام، انا عارف ان ربنا لا، انت اليقين يعني تبقى مصدق 100% ان ربنا هو اللي عارف اكتر منك ومطلع اكتر منك. لو سلمت قلبك للي خلقك الدنيا هتبقى حلوة قوي، هتبقى فيها سلام على الاقل. احنا على الارض في رحلة على فكرة، طالت او قصرت يعني قد ما كانت يعني، فالحروب اليومية والصراعات اليومية دي بتستنزف من قوتنا ومن سلامنا النفسي ومن كل حد فينا له حق انه يحلم، ولازم يكون بيحلم، بس بلاش تخلي احلامك تتحول الى يعني حاجة لازم احققها، وإلا ابقى متوتر، ابقى متضايق، ابقى زعلان، ابقى مش شايف الحاجات الحلوة. بعدين في حاجة سحر اسمها الحمد، انت لو حمدت ربنا على الصحة، وحمدت ربنا على انك انت على شغلك اللي انت فيه، وحمدت ربنا على ان الجو حلو النهاردة، وحمدت ربنا على ان في وردة حلو، حمدت ربنا على كل حاجة، على فكرة دي بتفرق 100% في حياتك. الحمد يعني اما تيجي تشرب كوباية شاي وتبقى مستمتع بيها قول الحمد لله، اما تيجي تاكل حاجة حلوة الحمد سحر. طب انا اسف ان انا هسأل سؤال يعني فيه فايبس سلبية شوية بعد الكلام الايجابي اللي حضرتك قلتيه. الحسد والسحر والحاجات دي في افكارك انت موجوده؟ انا مؤمنه بيها، مؤمنه قوي بالحسد طبعا، جدا جدا، انه مذكور بالقران. تعرضتي لي؟ جدا جدا، انا يعني اتقال لي من 1,000,000 حد ان انا نجمي خفيف، اللي هو يعني يعني ان المفروض بتحسد بسرعه يعني، او ان انا بس انا مقتنعه انه كله بامر الله يعني. بتبقي عارفاهم؟ في ناس ببقى عارفاهم، في ناس ببقى شايفه، يا مش شايفه الحسد، بالعكس في ناس على فكره الحسد ملوش علاقه بان الانسان اللي قدامك وحش، هو في خلاف على كلمه الحسد يعني. مره لما كانت واحده صاحبتي بتقولي الحسد هو تمني زوال النعمه، قلت لها لا، الحسد مش بس تمني زوال النعمه، ساعات الحسد ان انا اشوف عندك حاجة واقول يا ريتها عندي مثلا، ده مش معناه انها عايزاها تزول من عندك، بس عايزاها تكون عندي، ده حسد. بس التحصين على فكرة، ان الواحد يحصن نفسه. اكتر حاجة اتحسدتي فيها انت فاكراها او ألمتك يعني؟ مش عارفة، ساعات أنا ساعات بحس إنه في تفاصيل معينة مش عايزة تقول. مش عايزة أقول. مش عايزة أقول. وعارفة اللي حسد؟ لا ما أعرفش. لا في دول ما أعرفش. الأعمال برضو تدخل في نطاق الحاجات اللي أنت يعني. بص أنا عارفة إنها موجودة، لأن السحر موجود من زمان، وفي كتب قديمة جدا في السحر موجودة في كل المكتبات القديمة، بس انا عمري ما بحطها في دماغي. انا ما بحطهاش في دماغي خالص، لانه ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يعني يرجع الشر يعني للي بيعمله. لا انا ما احطش خالص حكايه الاعمال في دماغي. الايه القرانيه اللي انت تحبيها وحاسه ان ليها حضور في حياتك؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي حاجه بفتكرها كتير قوي، وما شاء الله كان وما لم يشأ بحبها قوي، وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، يعني فيها كده احساس بان ربنا عظيم عظيم، وان ربنا
يعني قادر على العطاء بشكل كبير. عندك ورد خاص في الذكر؟ آه طبعا لازم، كل طريقة لها وردها وليها ذكرها. بس أنا بقول لك أنا مش مبسوطة من نفسي خالص. أنا ينفع نقوله؟ لا، اللي هو الاستغفار اللي قلته لك على فكرة، الاستغفار ولا إله إلا الله والصلاة على النبي عليه الصلاة، يعني صيغة معينة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. استمتعنا باللقاء ده معك جدا، ونتمنى نشوف لك مزيد من الكتابات والكتب ان شاء الله. ان شاء الله المفروض ان في كتاب جديد ليا هيطلع يا رب على خير، سلمته للدار، فربنا يسهل على معرض الكتاب باذن الله. باذن الله ربنا يكتب لك التوفيق. ونورتينا في تلفزيون اليوم السابع. احنا هنلعب لعبه سوا بس ده جزء تاني من اللقاء. اوكي، هنذيعه منفصل يعني. إسراء تجهزه لنا، وبنتمنى نكون يعني قدرنا نكشف أجزاء من شخصية الإعلامية رولا خارسة الناس ما تعرفش عنها كتير. شكرا جدا لحضرتك. أنا لمرسي بشكرك جدا. شكرا لكم متابعينا في تلفزيون اليوم السابع، وبشكر كمان زميلتي إسراء عبد القادر على إعداد هذا اللقاء. شكرا لكم.